اهلا وسهلا، كنتمنى بس عليكم متابعينا الغاليين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم جديد في قنيطرات كما كيبان لكم في اول فيديو. هاد القنيطرات متروزين، يعني شي حاجه ديال هاد الفصل الرابع والعيد الكبير، يعني شي حاجه زوينه. بالكريب والزواق ديالنا معناهم كما كتشوفوا، يعني كاينين لوينات مختلفين. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. كما كيبان لكم خضر الملكي مطروز حتى هو بالزواق ديال المعلم بالغوز فيشيا. كاين هاد القفيطين كما كيبان لكم، فيه السفيفه عريضه، عين عقده حتى لتحت، فتحه في وسط الجلد القفطان كما تعرض، ثم فيهم طرزه وتنبات. يعني بالنسبه لي كيعجبو هاد الموديل هذا، كاين حتى في هاد اللون الاخضر. الى بقيتو معنا حتى لدابا ما تنساوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد والحصري. كاين عاوتاني هاد القنيطره هادي، حتى هي كما كيبان لكم كاينه فيها الخميصه وصل الصدر، يعني كاين حتى في اللوينات عده اشكال، يعني جد راقيه كما قلنا لكم. يعني بالنسبه للصيف ولا اللي كتبغي بحال هاد القنيطات، يعني شي حاجه خفيفه كما كيبان لكم. الاخضر الملكي يعني صفيفه فيه بالاورانج، كاين هاد الزرق السماوي يعني توا بالزواق ديال المعلم، كاين هاد اللون الاحمر مخيط بالاسود، هاد الازرق الملكي توا بالاخضر، يعني كاينين كيما قلنا كاينين عده الوان. كنتمنى هاد التشكيله تعجبكم وتنول الاعجاب ديالكم. كاين عاوتاني هاد الكاندورات هادي حتى هما بالزواق ديال المعلم، يعني شي حاجه خفيفه كما قلنا. كاينين عده الوان، ما تبخلوش علينا بالتعليق ديالكم والتشجيعات ديالكم. كاين هاد جابادور كما كيبان لكم بالسروال ديالها بالتنبات، كميمات مقبوطين تما نازلين بالتنبات ديالهم، شي حاجه اللي راقيه وجميله جدا. كاين حتى في الاسود داخل فيه اللوينات، يعني شي حاجه بالنسبه اللي كيبغي الخروج او شي حاجه يعني خفيفه.